السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. إذا اليوم غادي نشوفوا صفحة 31 31 الحصة الثالثة، متفقين؟ السؤال رقم 3 يقول: أكتب الأرقام الناقصة في كل جدول ثم أقارنها. دابا عطوني هذا هو العدد، خاصني نكتب الأرقام هنا، متفقين؟ من بعد نقارن هاد جوج أعداد. إذا هذه هي الوحدات، غنكتبها هنا. هاد جوج العشرات، واحد المئات، وتسعود الآلاف. بالنسبة لهذا عنده تسعود وحدات وتسعود عشرات وواحد مئات وثلاثة آلاف، متفقين؟ دابا خاصني بجوج ونقارنهم. باش نقارنهم كنبدأ بالعدد الآلاف، هذا عنده تسعود وهذا عنده ثلاثة، إذا في اللي كبر، هذا هو اللي كبر. إذا غنكتب هنا 9123 أكبر من 3199، فهمتوا؟ حنا نشوفوا في المثال الثاني باش تعاود تفهموا. إذا شديت هذا العدد وكتبته هنا، عندي هنايا 8 في الوحدات، 7 في العشرات، 6 في المئات، و5 في الآلاف. كذلك هنا عندي 5 في الوحدات، 6 في العشرات، 7 في المئات، و8 في الآلاف. الشيء اللي كيعطي هنا 5678، وهنايا 8756، متفقين؟ دابا خاصني نقارنهم. باش نقارنهم خاصني شنو نشوف؟ العدد الاولاني، العدد الاولاني هو هنا 5 وهنايا 8، في اللي كبر 8 كبر من 5، اذا هذا العدد هذا كامل هو اكبر من الاولاني. ونكتب هنا 8765 اكبر من 5678، صافي. نمر السؤال رقم 4: أكتب الأعداد في كل جدول ثم أقارنها وأرتبها. كذلك هنا هاد الأعداد دابا نكتبهم كاملين بثلاثة ونقارنهم بثلاثة، الصغيرة اللي تابعها والكبيرة، صافي. إذا هنا جوج 2000 ها هي، و600 و17، وهنا 6982، 9100 هانتو 100، و1 70، 70 جات في العشرات. هنا عندي 1234، 2000 مئات ما كاينيش، 12 ها هي، 5164. دابا باش نقارنهم غنقارن هاد العدد، فين هو اصغر واحد؟ هو هذا. اذا هاد العدد هو الصغير، نكتبو هنا 2617. شكون اللي تابعو؟ شكون اللي صغير اخر؟ واش 6 ولا 9؟ 6. اذا نكتب 6982، وبقات الكبيره هي 9171، متفقين؟ بالنسبه لهنا فينا هي، لاحظوا معايا هنا كان هذا الرمز وهذا الرمز، دائما زيدوا ليه في حركه، زيدوا ليه خطيط. الا زدت ليه خطيط شحال ولات هذه؟ ولات 4. اذا هذا الرمز كيعني اصغر، وهذا الرمز نزيد ليه هذه شنو ولات؟ 7. 7 يعني اكبر، صافي. ديما 4 اصغر و7 اكبر، اذا غندير اكبر واحد هنا. هنا شكون اللي كبير؟ 5. اذا نكتب 5164. شكون تابعها؟ تابعها جوج، إذا 2012. وأصغر وحدة فيهم هي 1234، متفقين؟ دابا غنمرر السؤال رقم 5: أكتب كل عدد في البطاقة المناسبة. إذا هنا عندي 3 أعداد، هاد 3 أعداد عندي هنا 3 البطاقات، خاصني نكتب كل واحد في البلاصة ديالو.
إلا لاحظتوا معي هنا كاينه 100 وكاينه 1000 وهنا 2000، إذا العدد اللي غيكون هنا غيكون 1000 وشي حاجه. فين هو؟ هو هذا. إذا نكتب هنا 1300. هنا البطاقة جات ما بين 2000 و 3000، إذا هذا العدد هو 2000 وشي حاجة. هاهي 2800. هذا العدد جا من بعد 5000، إذا غتكون 5000 وشي حاجة. هي هذه 5200. نتوما ديروا في حالة، هنا كاينه غير واحد، وهنا غير خمسة، وهنا غير جوج، وهنا كذلك غير واحد، فحال المدرج جوج ثلاثة أربعة خمسة. ما بين واحد وجوج واش ندير جوج؟ لا، ندير واحد. ما بين جوج وثلاثة ندير جوج، ومن بعد الخمسة غادي تكون خمسة. أكبر عدد هو شنو؟ هو آخر واحد اللي هو 5200، والصغير فيهم هو هذا، هو 1300. متفقين؟ دابا غادي نمروا لآخر تمرين، السؤال رقم 6. عندنا جو غادو لا دروات اي جيكري لي نومبر 5900 4800 et 4100 سور لا دروات نوميريك اي جو لي رانج. دونك عندي هنايا هادي اون دروات غادو، غادي نستفق من هاد الاعداد، ومن بعد غادي نرتبهم ترتيب سواء من أصغر إلى أكبر، ولا من أكبر إلى الأصغر. متفقين؟ إذا هنا عندي 4000، هنا 5000، هنا 6000، لا شنو كنقول، عندي هنا 4000، هنا 4500. إذا هادي شحال؟ هادي 4100، وهادي 4200، هادي 4300، هادي 4400، وهذه 4500. اذا كل درجه هي 100. اذا هذه 4600 4700 4800 4900 5000. واخ عندي اصغر وحده هي هذه 4100، فين جات 4100؟ هي هذه. اذا نكتب هنا 4100، متفقين؟ هي هذه. اوكي عاوتاني عندي 4800، فين جات هذه؟ 4500 4600 4700، هاي 4800، ونكتب هنا 4800. من بعد هنا 5900. أول حاجة هاي 5500 5600 5700 5800، وهذه هي 5900. وباش نرتبهم بالترتيب غادي نكتب عادي، هذه هي الأولى، نتوما كتبوا في ورقة ولا واقيلا عندكم لاسباس هنا فين تكتبوها. تكتبوا كاينه 4100 4100، تبعها 4800، نقدر ندير بحال هكذا، تبعها 5900. متفقين؟ هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم واستفدتوا. الى عجبكم ما تنساوش خليو لايك، تابوناو فلاشير، ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.